دلوقتي اهو يا جماعه، انا فتحت اهو الشيت. انتوا لسه ما فتح... لسه مش شايفين الشيت اوي. ثانيه لحظه، خلي الوايت بورد دي بعدين اهو. شايفين كده كويس؟ تمام 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 شايفين تمام. تمام تمام ماشي. بص ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا دلوقتي انا جايب لكم شويه داتا. الداتا دي احنا اشتغلنا عليها المحاضره اللي فاتت، بس المحاضره اللي فاتت دي كانت من اسبوعين علشان بس اجازه العيد وكده. دي شويه مجموعه داتا، كل علينا ان احنا عايزين الداتا دي نلخصها في حاجات صغيره، في يعني سمري، كأننا من حاجه اسمها سمري. تمام؟ يعني مثلا دلوقتي انا اديت شويه داتا كده لمديري، فالمدير ما بيحبش الحاجات دي. ممكن يقول لك مثلا ايه، طب انا عايز اعرف انا عندي كام محاسب، انا عندي كام مبرمج، انا عندي كام اداري، مرتبهم قد ايه، الافرج يعني متوسط سعر مرتبهم قد ايه، وهكذا. فاهمين قصدي ايه؟ فنيجي هنا، دي داتا صغيره على فكره، الداتا حوالي 20 سطر. نيجي هنا لخاصيه اسمها البيفت تيبل، الناس بتقول عليها بيفت تيبل. البيفت تيبل دي حاجه اسمها جداول محوريه، جداول محوريه. البيفت تيبل ده وظيفته ان هو بيلخص داتا كبيره في حاجات صغيره جدا تقدر تستفيد منها وتاخد قرار بسرعه منها، بدل ما تعمل معادلات وهكذا. البيفت تيبل اسرع بكتير قوي. فتعالوا مثلا نشوف، مثلا وليكن انا عايز اعرف انا عندي كام محاسب وكام اداري وكام مبرمج وهكذا. لو جيت وقفت هنا مثلا كده، لازم ادوس في اي حته جوه الجدول، يعني ما ينفعش ادوس هنا، دوس هنا كده في كلمة insert. insert كلمة اسمها pivot table، ادوس عليها pivot table اهو. فبيقول لي ايه التحديد اهو، بص هو حدد على المربع اهو، يعني لو تلاحظوا المربع اهو متحدد عليه اهو، وبيقول لي ان هو من ايه لحد ايه 20، من ايه 1 لحد ايه 20 اهي. وبيقول لي انت عايز النتيجة اللي هتطلع او البيفت تيبل اللي هيطلع، يطلع في نيو ورك شيت ولا في اكزيست ورك شيت. فانا اقول له مثلا خليه في الاكزيست، الاكزيست اهو، ونقول له مثلا عايز البيفت تيبل ده يجي لي هنا كده، وادوس اوكي، فطلع لي المنتج ده او اللي هو يعني المربع اللي هو الجدول الصغير ده. الجدول ده بيتكون من كذا حاجه، بيتكون من الجزء اللي هو الفيلد اللي هي بيبقى موجود فيها الاعمده بتاعه الجدول اهو، رقم الموظف اهو، اسم الموظف اهو، وهكذا. شايفين صح كده يا جماعه؟ وبيتكون من شايفينها. اربع مربعات تحت كده، مربع الكولومز، والكولومز دي من اسمها حتى اسمها عمدان، والرو اسمها صفوف، والفاليو اللي هي الجمع اللي انت هتجمع فيه، والفلتر. طب لحد هنا يا جماعه انتوا كويسين؟ تمام حاضر تمام. يعني الدنيا كده واضحه كده لحد ما؟ تمام. دلوقتي بقى، وتقدر مثلا تقدر تغير الشكل بتاعه من هنا، يعني تقدر تغير الاشكال بتاعته وهكذا. فانا بحب الشكل الديفولت ده، او اللي هو الشكل اللي هو الافتراضي بتاعه. فلو انا دلوقتي انا كواحد عايز اعرف عندي كام محاسب، فهنيجي مثلا ناخد المحاسب ده تبع ايه، اسمها المسمى الوظيفي، المسمى الوظيفي، وحطها في الرو. لو تلاحظوا الرو، بصوا بقت عامله ازاي، بقت اتقسمت. دي الرو دي اللي هي الصفوف، لكن لو انا خدت المسمى الوظيفي وحطيته في الكولوم، بصوا هيبقى شكله عامل ازاي، هيبقى محطوط في العمدان. فمن الافضل اللي هي الرو، يعني الرو بيبقى شكله افضل شويه، صح ولا غلط؟ فدلوقتي ده المسمى الوظيفي، وعايزين نعرف عندي كام محاسب، فناخد اسم الموظف ونحطه في الفاليو. الفاليو ده يا جماعه مربع، الفاليو ده اللي بيحصل فيه العمليات الحسابيه. فعمل لي اوتوماتيك حاجه اسمها كاونت، كاونت لاسم الموظف. طب كاونت ليه عملها؟ لان اسم الموظف ده اسم، مش رقم، مش ارقام، ده اسامي. فالاسامي بتيجي معاها كاونت، تمام؟ انتوا معايا صح؟ فالاسامي بتيجي معاها كاونت، فهو ده اللي بيحصل، ان هو جاب لي الكاونت. فدلوقتي لما تيجي تلاحظ ان احنا عندنا 9 اداريين، بص كده تعالى نكبر كده الكلام ده شويه، خليه كده وسطي ونكبر دي كده شويه. بصوا يا جماعه، احنا عندنا 9 اداريين، 2 اذن، 4 محاسبين، وهكذا. فالتوتال كله بقى كام؟ التوتال كله بقى 19 محاسب، او 19 موظف في الشركه، 19 موظف. لو انا جيت عملت كده عليهم هتلاقيهم هنا كام؟ 19، رقم 19. فبيقول لك بقى 19 بانواع. طب انا عايز دلوقتي اعمل لهم زي تصنيف، اللي هو يبقى من الاعلى للاصغر، ادوس هنا كليك يمين هنا كده،
ودي حاجة اسمها sort. sort ايه؟ من largest to smallest، من اكبر للاصغر. فبقى عندي دلوقتي 9 اداريين، 4 محاسبين، 2 مبرمجين وهكذا. انتوا معايا كده يا جماعة لحد الان؟ انتوا كويسين يعني؟ تمام. بصوا بقى شباب، طب لو احنا مثلا جينا مثلا حطينا المسمى الوظيفي ده هنا كده، بصوا المنظر هيبقى عامل ازاي. اداري 9 محاسب، بس يعني الشكل. بصوا يا جماعه، لما بيكون في عمدان كتير في التحليل ما بتبقاش حلوه، لكن لما انت تخلي المسمى ده هنا كده بيبقى شكلها احسن بكتير. اللي هو بصوا لو تلاحظوا تحت بعض اهو كلهم، والعدد الموظفين دي كده بتبقى شكلها احسن. لكن لما انت تبقى كده تعمل جدول، الجدول ما بيبقاش شكله حلو. هما الاثنين صح، الاثنين ارقامهم صح وكل حاجه صح، لكن لما بتبقى حاططها هنا كده بتبقى افضل بكتير. دي كده اول حاجه. طب دلوقتي لو انا جيت مثلا حطيت المسمى الوظيفي ده هنا كده، بصوا لو تلاحظوا ده الفلتر. الفلتر ده اللي انت بتعمل فلتر على الحاجه. في الفلتر ده لو انت جيت فلترت كده بيقول لك ايه، انت ممكن تسلكت ده الاول، الاول 19. طب لو انا اخترت مثلا وليكن الاداري 9، طب لو انا اخترت مثلا المحاسب، احنا قلنا محاسبين 4. طب لو انا اخترت مثلا سلكت مثلا محاسب مع اداري 9 مع 4 13. بس الفلتر ده ما بنستخدموش كتير يعني، هو اغلبيه الاستخدامات كلها بتبقى هنا كده. تعال نفك الفلتر ده كده. اغلبيه الاستخدامات بتبقى يعني في الثلاث حاجات دولت. انتوا معايا؟ يعني في الثلاث مربعات الصغننين دول. اما الفلتر ده استخداماته بتبقى بسيطه مش كتير. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب تعالوا بقى نخش بقى على حاجه ممكن تكون اكبر شويه، يعني ده مثال بسيط. طب تعالى مثلا المثال الاكبر. بصوا يا شباب، دي شركه اسمها مجموعه الاهلي التجاريه. تمام؟ مجموعه الاهلي التجاريه دي بتتعامل مع وكلاء كتير جدا. بصوا ده بقى، ده جدول كبير شويه، ده جدول الى حد ما تطلع منه داتا وبيانات كتيره جدا. لو تلاحظوا تعالوا كده نشوف الجدول ده عامل ازاي. كود الطلب ده طلب، يعني بيبقى ليه كود اكيد عشان يبقى عشان ما يتدبلرش او ما يبقاش فيه دوبليكيت مع بعض. الوكيل اهو، الواجهه مصر وسوريا، الحاجه دي رايحه فين، الكميه قد ايه، نوع الطلب ده مثلا اذا كان هو جيد جدا ولا ممتاز ولا ولا ولا، وتاريخ الشحن اتشحن امتى، والتكاليف بتاعه الشحن وتكلفه البضاعه والتكلفه النهائيه والمسدد وتاريخ السداد والتكلفه المتبقيه وحاجات كده كتير. تمام كده يا شباب؟ تمام. دلوقتي احنا عايزين نطلع شويه بيانات من الجدول ده. حد ممكن يقدر يساعدني ولا انا ابتدي انا الاول؟ انا ما عنديش مشكله ابتدي انا الاول وحد مثلا يبتدي يجمع ورايا. ايه رايكم؟ تمام. انت حضرتك يعني بصوا يا شباب، احنا دلوقتي مثلا وليكن انا عندي مثلا النوع اهو، فانا عايز اعرف مثلا كل نوع طلع منه كام كميه، صح كده؟ يعني مثلا ايه الانواع اللي شغاله معانا كويس، صح؟ ما انت مثلا لو انت مثلا شغال مثلا في تحليل البيانات او حتى في اللي انت مثلا بتبقى عايز تعرف تكلفه الحاجه ايه، فانت بتبقى عايز تعرف النوع ده مثلا شغال قد ايه، يعني الجيد جدا احسن ولا الممتاز ولا انهي اللي بيتباع منه اكتر. تمام؟ فتعالى مثلا نبص كده، نعمل هنا نقف كده في اي حته في الجدول. بص انت لو وقفت هنا كده ودوست انسرت بيفت تيبل مش هتنفع. بص هيقول لك مش هتنفع، لازم يبقى في تحديد. فانت تقف في اي حته في الجدول وهو يحدد اوتوماتيك. دوس انسرت، هو اوتوماتيك حدد الجدول. لو حتى شايفين النقط اللي هي الحاجات النقط اللي ماشيه دي كده حوالين الجدول دي كده تحليل. فبيقول لي بقى انت عايز البيفت تيبل ده يتحط فين؟ بي بليست. نقول له في نيو ورك شيت، لان الحاجه دي تبقى كبيره. في نيو ورك شيت بصوا اهي اتفتح لنا نيو ورك شيت اهو، شايفين كده يا شباب؟ اتفتح لنا في نيو ورك شيت. فانا اقول له مثلا ايه، احنا بنقول احنا عايزين نعرف النوع في كام كميه منه. النوع هنحط النوع في الرو، جيد جيد جدا امتياز وهكذا. تعالى كده نكبر الكلام كده شويه بحيث ان هو لما يجي ينزل يبقى ينزل كده. النوع اهو، ونحط الكميه، الكميه نحطها كده. لو تلاحظوا يا شباب الكميه حصل فيها ايه؟ الو، الكميه حصل فيها صم. حصل فيها ايه؟ حصل فيها صم. صم ليه؟ ما حصلش فيها كاونت. ليه حصل فيها صم؟ لان الكميه دي عباره عن ارقام، فالارقام اتجمعت، هو اوتوماتيكلي جمع الارقام. طب افرض نفترض مثلا ان انا مش عايز اجمع الارقام، مش عايز اصم، هنيجي هنا ندوس عليها هنا كده، ندوس على العلامه اللي هي السهم اللي تحت ده، ندوس عليه، وحاجه اسمها فاليو فيلد سيتنج اهي. بيقول لك انت عايز المجموع ده صم ولا كاونت ولا افريج ولا ماكس ولا مين ولا برودكت ولا حاجات كتيره جدا. صم يا جماعه انتوا لو تفتكروا في اول محاضره خالص، صم دي يعني جمع، والكاونت يعني نعد
والافرج المتوسط والماكس اللي هي اكبر قيمه والمن اللي هي المينيمم اقل قيمه، في برودكت وفي ستار وفي فارب وفي حاجات كتير قوي انا ما بستخدمهاش، فاستخدامي هو هو اوتوماتيك هو جمعها لي. طب لو انا قلت كاونت هيعدها لي برضه، لو تلاحظوا اعدها لي انت كم نوع طلبته او كم مره طلبت وهكذا. فانا اختار الصم الكميه، يبقى نختار الصم. انتوا معايا يا شباب؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله صح كده؟ تمام معايا. لا انتوا يعني انتوا معايا صح؟ يعني عشان بس ابقى يعني اول ما تقولوا لي، اول ما تحسوا ان انتوا مش فاهمين قولوا لي وقف على طول، فاهمين؟ صم اهي. فدلوقتي طلع لي الصم اهي، فانا دلوقتي عايز اعرف مين الاعلى، فندوس كليك يمين كده هنا وفي حاجه اسمها صورت من لارجست سمول، يعني من اعلى لاقل اهو. فقال لي ان اعلى حاجه، بصوا ايه ونعملها كده كوما علشان نعرف بس نفرق كام. قال لي ان اعلى قيمه هو الممتاز، الممتاز اتباع منه 86000 قطعه، والجيد جدا 77000، والجيد 73000. فاهمين قصدي ايه؟ فاحنا كده عرفنا ايه اللي شغال معانا اكتر، صح كده يا شباب؟ يعني انا دلوقتي لو صاحب شركه ابقى عارف ايه الصنف اللي شغال اكتر، يعني صنف الممتاز ده اكتر طلب بيبقى عليه لانه اتباع منه قطع كتير، صح ولا غلط؟ طب ايه رايكم مثلا حد مثلا ممكن يساعدني في حاجه تانية؟ يعني ممكن اي حد يساعدني في اي حاجه في الجدول ده اللي ممكن نقدر نطلعه من الجدول ده مثلا، اي حاجه. هقول لكم مثلا زي مثلا ممكن تكلفه الشحن. تكلفه الشحن ايه اكتر وكله مثلا؟ هقول لك انا ايه اكتر وكله بتتكلف شحن. يعني معنى كده ان اكتر وكله بتتشحن ليها كتير يبقى اكتر وكله بتتباع كتير، صح ولا غلط؟ الو تمام مظبوط. يعني اكتر وكله تكاليف الشحن بتاعتها كتيره، بس برضو مش ميك سنس، ما ممكن في منطقه بتبقى تكلفه الشحن بتاعتها بتبقى كبيره بس هم ما بياخدوش منها كتير، فاهمين قصدي؟ فاحنا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن هقول لك انا على حاجه كويسه حلوه قوي، ممكن نخلي هنرجع لها بتاعه تكلفه الشحن دي، انا بس بفكر لها تفكير. يعني ممكن ناخد الوكيل مع اكتر كميه، يعني ايه الوكاله اللي عندنا بتبيع كميات كتيره او بتاخد مننا كميات كتيره؟ ايه رايكم؟ ماشي هنقف هنا في اي حته في الجدول كده وندوس كلمه انسرت وندوس كلمه بيفوت. يقول لي انت عايزها فين؟ في نيو ورك شيت. اقول لا انا عايزها في الاكزيست شيت اهو، بس في الحته دي في الشيت ده هنا كده، فاهمين قصدي؟ يعني انا عايزها في الحته دي تطلع لي هنا، دوس اوكي وتعالى ننزل اهو، نقول له الوكيل اهو ونقول له الكميه، فاهمين؟ لحظه اهي، وبعد كده نعمل لها كده زي فواصل عشان نعرف نفرق. الفواصل دي يا جماعه عشان نعرف نفرق اسمها كوما ستايل، ان انت عشان تفرق ما بين الالوفات والملايين والميات وهكذا. يعني بص الرقم ده ممكن ما تعرفش تقراه قوي، لكن لو دوست كده عليه كده هتعرف تقراه كويس جدا، فاهمين؟ يعني 18000 وشويه، 28000 وشويه وهكذا، فاهمين قصدي؟ وممكن بقى عشان نبين مين اكبر قيمه او مين اعلى وكيل بياخد مننا كميات، ندوس كليك يمين ونعمل ايه؟ ها صورت. صح صورت، ونعمل من اعلى لاصغر اهو. فكده بقى عندك ان اكتر وكيل بياخد مننا الباز، الباز ده بياخد 28000 قطعه. طب ايه رايك مين اللي كان بيكلمني شويه؟ مين اللي كان بتقول صورت؟ ايوه انا، بس معلش انا ما خدتش بالي حضرتك عملت ازاي الكوما، معلش انا اسف. الكوما اهي، بصي اهي، تعالى نرجع تاني اهو، اهي نعلم عليهم كده وندوس كلمة كوما اهي، في كوما اهي في الهوم، هوم كوما، شايفاها؟ تمام اهي، تمام شكرا لحضرتك، بس هي كده. ونعمل كده كليك يمين وصورت. عايزين اسمك ايه؟ اصل انا طالع لي كلمة اوكي. ايمان. ايمان. طب انت بقى بتقولي بقى عايزة تكاليف الشحن، هنزود عليها بقى تكاليف الشحن. ركزوا بقى في اللي احنا بنقول، لو تلاحظوا تكاليف الشحن اهي صح؟ هنروح ساحبين تكاليف الشحن دي في الفاليو برضو، فهو جمع لي تكاليف الشحن. بس لو تلاحظوا بصوا كده، ان الباز ده بيبيع خد مننا قصدي 28000 قطعه، بس تكاليف الشحن بتاعته صغيره 16000. لكن بص مثلا ده
ده واخد الشام 23,000 قطعة بس التكاليف الشحن بتاعته كبيرة 19,000، فاهمين قصدي؟ فممكن يكون الباس ده قريب مثلا من الـ من الـ من مجموعة الأهلي، قريب من المنطقة اللي هم فيها، بياخد منهم قطع كتير بس تكلفة الشحن بتبقى قليلة نتيجة مثلا هو يكون قريب، فاهمين قصدي ايه؟ صح ولا غلط يا شباب؟ ايوه صح صح. يعني بصوا لو تلاحظوا مثلا الشام التجارية ده، طب اقول لك على حاجة، تعال نبص كده على اعلى رقم هنا كده، تعال نصورت كده هنا، لو تلاحظوا الشام التجارية، الشام التجارية دي واخدين ارقام 23,000 اهو، يعني ما بينها وما بين الباز حوالي 5,000 قطعة بس تكلفتها كبيرة، فتلاقي الشام دي بنسبة كبيرة الشام دي تلاقيها في منطقة بعيدة، عشان كده بيدفع لها تكاليف شحن كبيرة، فاهمين قصدي؟ اه صح صح. بس كده ف يعني هي ملهاش حاجة. طب ايه رأيكم يا جماعة تاني نجيب مثلا، خدتوا بالكم من الحتة دي اللي احنا حطينا الكمية وحطينا تكاليف الشحن جنبيها، فانت كده بيبقى عندك مقارنات، ان انت بقيت دلوقتي تعرف تفرق ما بين مثلا، او تعمل مثلا زي باترن كده او نمط، ايه الناس اللي بياخدوا منك قريب كتير بس تكلفه الشحن بتاعتهم قليله، يعني مثلا الباس ده بياخد منك كتير بس تكلفه الشحن قليله، فده يديك انديكيتور كده او مؤشر ان 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 الباس ده تلاقيه قريب، او مثلا تلاقيه قريب من المنطقه، او مثلا المنطقه اللي هو فيها مثلا شحنها صغير يعني تكلفته قليله وهكذا. طب ايه رايكم نزود عليها حاجه تانية في نفس الجدول ده، ايه رايكم؟ حد ممكن يفيدني يقول لي ايه ممكن اللي انا اقدر افيده في الجدول ده؟ طب انا هقول لكم وانتم برضو تساعدوني برضو. ممكن نجيب النوع، يعني نشوف النوع الكميه دي من انهي نوع. طب لو انا احنا حطينا النوع هنحطه فين؟ ركز كده، لو انا جيت حطيت النوع هنا بص شكله هيبقى عامل ازاي. طب بص هيبقى الباز بياخد كام قطعه وهكذا. طب لو احنا حطينا النوع ده هنا كده، بصوا كده تحفه المنظر ده، ركزوا كده في اللي انا بقوله، بصوا كده في الحته اللي انا هقولها دي. قال لك الباز اكتر حاجه بيبيع منها 9,000 قطعه و8,000 قطعه و11,000 قطعه، يبقى اكتر حاجه بياخد مننا مننا هو النوع الممتاز، صح كده يا جماعه؟ ده في الكميات، ده لو تلاحظوا في الكميات اهي، انتوا معايا صح؟ الو ايوه ما قدرتش. حاولوا هفتحوا كده المايكات كده، عايز افهمكم حاجه في الحته دي بعد اذنكم. بص لو تلاحظوا الكميه، في الكميه او عدد القطع في الباس ده مثلا خد مننا، ما احنا الشركه اللي هي اسمها مجموعه الاهلي جروب او مجموعه الاهلي التجاريه، خد مننا 9,000 قطعه جيد و8,000 قطعه جيد جدا و11,000 قطعه ممتاز، ده في الكميه. طب تعالى بقى في تكاليف الشحن، تكاليف الشحن على الجيد كانت 6,000 جنيه، على الجيد جدا كانت 4,000، على الممتاز كانت 5,000، خدت بالكم؟ يعني دي تكاليف الشحن، يعني دي تكاليف الشحن، بيقول لك ان تكاليف الشحن دي بتكلفني قد ايه على النوع الجيد وعلى النوع الجيد جدا وعلى النوع الممتاز، تمام؟ وقال لك في الاخر خالص دي تكلفه دي قصدي دي توتال الناس دي، توتال الكميه اهي اهي، ودي توتال تكاليف الشحن. دي تفاصيل دي يا جماعه على فكره، انتوا كده بتخشوا في تفاصيل، صح كده يا شباب؟ تمام حلوه دي، ايه رايكم نجرب حاجه تانية؟ اهو ممكن حد يفيدني مثلا في اي حاجه في الجدول ده. ها ممكن نعمل مبيعات للمنطقه او للبلد، فين الله انهي بلد، العراق والواجهه دي كده قصدك؟ اه تمام ماشي. طب نجيب انهي بقى المبيعات، مبيعات انهي اللي هي التكلفه النهائيه صح؟ لا مش التكلفه النهائيه، احنا عايزين ايوه صح التكلفه النهائيه، يعني الواجهه اهي وتكلفت قد ايه، صح كده؟ تعال صح، تعال كده نقف هنا في اي حته في الجدول ده كده وندوس انسرت وندوس كلمه بيفت تيبل، يقول لي انت عايزها في نيو ورك شيت، لا اقول له انا عايز في اكزيست، ونقف كده ونروح جايين هنا كده ونضيفها هنا كده، دوس اوكي. الواجهه اهي، بص بمجرد ما تدوس على الواجهه اساسا هتلاقي نزلت اوتوماتيك في الرو، يعني خدت بالك بمجرد ما انا ادوس حتى عليها في التشيك ليست دي كده نزلت في الرو، والتكلفه النهائيه اهي، حطها في التكلفه النهائيه. ها الو
هنحط التكلفه النهائيه فين؟ تتوقع نحطها في الكول ولا في الفاليو ولا في الفلتر؟ لا في الفالوز طبعا. التكلفه النهائيه بص بمجرد برضو حتى ما ندوس على التكلفه النهائيه هي اوتوماتيك هتنزل في الفاليو. فكده احنا ونعمل كليك يمين وسورت بس كده ونقف عليها كده ونروح جايين على هوم ونيجي نعمل كوما اللي هي عشان نقفل الحته دي. فلو تلاحظوا هنا يا شباب لو تلاحظوا ان مصر اكتر منطقه بنبعت لها منتجات. يعني التكلفه ان هي لو تلاحظوا احنا بنبعت ما دي اكبر رقم فده لا قصدي بنصرف عليها منتجات. طب ايه رايك نشوف بقى هل هي فعلا بنبعت لها قطع كتير ولا لا؟ بس دي تكلفه. لو انا جبت كده الكميه هنا وحطيتها هنا كده انت ممكن تسحب على فكره الكميه تحطها فوق التكلفه كده عشان تتحول كده. مصر 38 مفيش غيرها صح. فتلاقي ان مصر اكتر بلد بنبعت لها كميات واكتر بلد بندفع لها فلوس التكلفه النهائيه او تكلفه البضاعه النهائيه. طب ما احنا ممكن مثلا نزود عليها تاني ونحط النوع. حط النوع فين؟ في الكولوم. بص النوع اول ما يحصل اللي هيحصل فيه. بصوا دي التفاصيل. خدت بالكم من الحته دي يا شباب؟ ايوه التفاصيل اهي. طب حد تاني يا جماعه مثلا ممكن يزودني باي حاجه بس عايزين بقى المره دي حاجه تبقى معقده شويه. يعني مثلا ايه هفهمكم ازاي؟ عايزين حاجه تكون فيها تواريخ فيها تعقيد شويه. ها تاريخ السداد. ماشي هنعمل ايه؟ ما احنا بصي احنا في عندنا تاريخين تاريخ الشحن وتاريخ السداد. طب انا هفهمك انا ساعد برضو وانتوا تقولوا لي برضو يعني تزقوا معايا. انا عايز اعمل علاقه ما بين ركزوا في اللي انا هقوله علاقه ما بين الوكله و المسدد والتكلفه المتبقيه. ما هو عليهم فلوس ما الوكله اهي هما الاول بصوا يا شباب هو دلوقتي عليهم 22000 هم سددوا منه 19000 جنيه فتبقى عليهم 3000 جنيه عشان لو انت وقفت على 3000 وال19 هتلاقيهم 22800 هو ده تمام كده يا شباب. فانا عايز اعرف بقى الوكله بالمسدد بالتكلفه المتبقيه بتاريخ السداد يعني اخر مره دفع لي كان كام كان امتى. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ السلام عليكم انتوا معايا ولا ايه يا شباب؟ ايوه دكتور ماشي. طب أيوة كده نجرب كده ونشوف هنعمل ايه. تعالى نعمل كده انسرت بيفت تيبل ونحطها في الحته دي كده ننزل تحت كده شويه ونعملها هنا كده ندوس اوكي تمام اهي وهنيجي نقول الوكيل اهو تمام كده يا شباب لحد الان احنا تمام. الوكيل وقلنا ايه احنا عايزين نعرف المسدد والتكلفه المتبقيه. لو تلاحظوا اهي المسدد اهو احنا بمجرد ما ندوس على المسدد هتلاقيه نزل تحت اهو والتكلفه المتبقيه اهي اهو. تعالوا كده نعمل دي كده بس كده. فتلاقي بص بقى المسدد دياز اهو 137000 جنيه دفعهم وعليه 56000 جنيه. طب عايزين نعرف انهي وكيل عليه فلوس كتير. هنروح دايسين كليك يمين وصورت من اعلى لاكبر. بصوا يا نهار ابيض بصوا الشام عليها ايه يا جماعه؟ عليها 93000 جنيه. 93000 دولار بقى او جنيه مش يعني فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني اللي هو بصوا لو تلاحظوا يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف ان انهي وكيل عليه فلوس لينا نلاقي الشام دي اكبر وكيل عليه فلوس ونلاقي مثلا سمير واخوانه دي مثلا عليه 46000 دولار او اي رقم. طب انا عايز اعرف بقى اخر تاريخ سداد هو دفعه كان امتى او تاريخ سداد اللي دفعه. بصوا بقى لما نيجي نحط تاريخ سداد هنا بصوا ايه اللي هيحصل. بصوا ده بيحمل ده لسه هي. بصوا بقى شباب اهو ايوه بصوا بقى شباب ايه اللي حصل هنا بقى. بصوا اللقطه الجميله دي قال لي ان الشام اهي دفعت في 2016 المسدد اهو لو اهو بصوا كل الحته دي كده المسدد اهي دفعت في 2016 و 2017 وعليها فلوس تكلفه متبقيه في 2016 و 2017 اهو ده كده التكلفه المتبقيه يعني دي اللي باقي عليها اهي اللي هي مثلا بالمنظر ده
انتوا شايفين صح كده يا شباب؟ انتوا معايا صح؟ تمام شايفين. انتوا يعني انتوا كويسين يعني فاهمين الحته دي؟ فايه بقى اللي هيحصل؟ تلاقوا ان الشام دفعت اجزاء منها في 2016. بصوا لو جينا ندوس على الجلم على المربع ده او قصدي علامه الزائد دي، بصوا اللي هيحصل. فتحت لي بقى، قال لي ده في 2016 في كوارتر 3 وكوارتر 4 دفعت فيه. حد يعرف يعني ايه كوارتر 3 وكوارتر 4؟ ربع ثالث اللي هي اول 3 شهور، اول ثاني شهور، اول ثاني 3 شهور، ثالث 3 شهور وهكذا. هي 3 شهور وهكذا، تمام. فبصوا بقى هنا لو تلاحظوا لما جينا حطينا التاريخ، بصوا ظهر لي ايه. بص بيقول لي ايه، في يير، في كوارتر، وفي مانث، وبس كده. فانا ممكن اختار مثلا ايه، لو انا شلت الير دي كده يعني خدتها كده وشلتها بره كده، رميتها كده بره، ابتدى ايه يحسب لي الكوارتر بس. طب لو انا شلت الكوارتر ده ورميته كده بره، ابتدى يحسب لي الشهور بس. طب لو انا شلت الشهور ورميته كده بره، ابتدى يحسب لي بالتاريخ. بصوا بالمنظر ده، فده منظر معقد جدا وبعيد جدا، فاهمين قصدي؟ فاحنا عايزين نخليها كده اهي، نخليها كده بالظبط. فكده التكلفه بقى دي كوارتر. لو جينا ندوس عليها يقول لك ده كوارتر 3 وكوارتر 4 وهكذا. احنا فاتحين ايه، دي في التكلفه المسدد وده التكلفه المتبقيه. بس كده خليها كده، خليها بالمنظر ده كده. فاهمين كده يا شباب الحته دي؟ الحته دي لحد ما يعني ابتدت تنور معاكم ولا ايه؟ السلام عليكم. طب انتوا معايا كده؟ تمام صح، انتوا سامعيني؟ تمام. طب تمام. طب كده فهمتوا الحته دي كده. طب ايه رايكم نجرب احنا على حاجه تانية كده، وانتوا اللي تساعدوني بقى، انا مش هتدخل انا في حاجه. نخش على دي كده. بصوا دي مخازن. المخازن دي يعني حد كده يخش كده معايا كده. على فكره صح، لو اللينك فصل خشوا على اللينك تاني. تمام. لو نيجي نبص كده على المخازن وكده، لو تيجي تبصوا تلاقي مثلا ايه، رقم الفاتوره، رقم البائع، يعني كل حاجه لازم طبعا تبقى ليها ارقام علشان ما يبقاش فيه دوبليكيشن، ودوبليكيشن يعني قيم مكرره. رقم فاتوره، رقم بائع، اسم المنتج، حتى اسم المنتج مكتوب عليه منتج واحد ومنتج اربعه وكده، مخزن المنتج، سعر البيع، عدد القطع، قيمه الفاتوره. قيمه الفاتوره دي بتتضرب على العدد في البيع بتاعه. يعني مثلا سندوتش كبده ب 10 جنيه، انت خدت اربع سندوتشات، يبقى 4 في 10 ب 40 جنيه. وتاريخ البيع اللي هو التاريخ اللي انت بعت فيه. حد اديني بقى اي اقتراحات، ها نلخصها ازاي؟ مفيش اي اقتراحات خالص؟ يعني مثلا طب انا دلوقتي لو انا عايز اعرف مثلا اسم المنتج طيب، وكم مين البياع اللي بيبيع اكتر، هل ده كويس معاكم؟ رقم البائع يعني وقيمه الفاتوره بالظبط. ممكن مين البياع اللي بيبيع اكتر، وممكن نشوف انهي منتج بيتباع اكتر برضه. بالظبط يا جماعه. ايوه ما انت هو يا جماعه متسكتين ليه؟ طب ما هو يلا بسم الله، تعالى نعمل كده، نقف في اي حته في الجدول اهو، وكلمه انسرت وبيفت تيبل. فبيقول لي انت عايز في نيو ورك شيت ولا اكزيست؟ اقول له في الاكزيست، هنا في الحته دي كده اكزيست اهو، هنا كده اهو. نجيب رقم البائع، رقم البائع لو انا جبت رقم البائع وحطيته هنا، هما ثلاث بياعين ما شاء الله. ونجيب قيمه الفاتوره ونعملهم كده اللي هي الكومه دي كده عشان نشوف اهو. سبحان الله هي كمان متقسمه يعني. او بص لو احنا كده عملنا سورت كده اهو، بصوا لو تلاحظوا ان البياع رقم واحد ده بيبيع اكتر حاجه، ورقم ثلاثة ده اللي بعديه، ورقم اثنين بعديهم. بس لو تلاحظوا رقم اثنين ورقم ثلاثة ارقامهم قريبه قوي من بعض، يعني 147 و146، اما رقم واحد ده اللي فارق شويه، 153000 جنيه. تمام كده يا شباب؟ تمام. مين تاني قال لي نعمل ايه تاني؟ اسم المنتج؟ المنتجات اللي بيبيع منها. ماشي. المنتجات ايه اكتر منتج بيبيع؟ اكتر منتج. طب ما ايه رايك اكتر منتج اتباع منه قطعه، مش اتباع منه فلوس، ايه رايك الحته دي؟ تمام. دي هتبقى ممكن دي برضه. القطع بتبقى كتيره. تعالى كده ندوس كده انسرت بيفت تيبل، ونقول له احنا عايزينها في الاكزيست ورك شيت اهو، ونخليها هنا كده. اوكي. ونجيب اسم المنتج اهو،
اهو اسم المنتج اهو، ونجيب عدد القطع اهو، ونعمل كده سورت من اعلى لاصغر. قال لك ان المنتج رقم 4 ده اتباع منه 386 قطعة. فاهمين قصدي يا شباب ايه؟ يعني المنتج ده ابن لذينة بيع جدا، يعني حتى الفرق ما بينه وما بين التاني فرق كبير، فرق جه حوالي لا رقم كبير، حوالي 87 قطعة. حد يديني مثلا تلخيص تاني في الحتة دي كده. ها ممكن اعلى قيمه فاتوره. قول لي كده ايه. الو، ممكن كل بياع باع في كوارتر قد ايه؟ كل كوارتر قد ايه؟ كويس، الحته دي حلوه الفكره دي. تعالى بس كده اهي نشوف فتره السيزون، يعني ايه اكتر حته بيتباع فيها. صح، انسرت بيفوت ونقول له في الحته دي كده، ونحطها هنا مثلا في الحته دي كده، نخليها كده في المربع ده كده صغير كده، ونحط رقم البياع اهو، ونحط الفلوس اهي اللي هي قيمه الفاتوره. فكده جابت لي الفلوس. نحط بقى ايه؟ السيزون، تاريخ البيع. نحطه فين تاريخ البيع؟ اتوقع نحط تاريخ البيع ده فين. نعم سامعك. هنحط في الكولوم. طيب في الكولوم. صح، في الكولوم يا جماعه. ايوه اهي في الكولوم اهي. بصوا بقى التاريخ عامل ازاي. بصوا التاريخ بقى مستفز، التاريخ مستفز. فنيجي بقى نعمل ايه؟ بصوا بقى يا شباب، اهم حاجه يبقى التاريخ يبقى مظبوط بالظبط. بصوا يا شباب، التاريخ ده عشان بالمنظر ده كده، ففي هنا سامعيني كده؟ سامعيني يا شباب ولا لا؟ تمام. لما التاريخ بالمنظر ده كده، 1 ديسمبر 2 ديسمبر، طبعا انت هتتشل يعني قبل ما توصل لحاجه، بس اللي انا فاهمه ان التاريخ ده كله في شهر ديسمبر بس، يعني مفيش حاجه تانية. ثانيه كده نشوف، هو هل في حاجه غير ديسمبر؟ لا ده كله في شهر ديسمبر. فاهم قصدي؟ فاحنا ممكن بقى نعمله ايه يعني، مش في شهور. فاهم قصدي؟ يعني ده مش في شهور، ده في شهر واحد بس. فنيجي نعمل حاجه اسمها جروب. جروب دي بقى ايه بقى؟ دوس كليك يمين على التاريخ. شايفين كده كويس يا شباب؟ هلو تمام. خليكم بس افتحوا بس المايك لحظه، بس خليكم افتحوا فاتحين المايك لحظه. هندوس كليك يمين على الجروب كده، على قصدي على التاريخ، وندوس كلمه جروب. فيقول لي بقى انت عايز تعمله كل قد ايه. فممكن احسن حاجه نعمله ايه؟ كل 7 ايام او 7 ايام. صح يا جماعه؟ صح، ما هو الشهر 10 4 اسابيع. صح كده؟ 4 اسابيع. تمام، خليه كل 7 ايام، تبقى دي هتبقى الى حد ما كويسه. تمام. فبصوا بقى كده، لو تلاحظوا هو قسمها لي لاربع اسابيع اهو. قال لك من يوم 1 ليوم 7، ومن يوم 8 ليوم 14، ومن يوم 15 ليوم 21. فاهمين قصدي ايه ولا لا؟ تمام. ايوه فاهمين. طب ما يقسم، ممكن نقسمها شهور صح؟ ما هو المشكله ان هو ما فيش شهور، يعني عشان هو شهر واحد بس الموضوع. شهر واحد. فاحنا طب انا اقول لك على حاجه، احنا ممكن ناخد شويه شهور من هنا كده، على فكره بتبقى حلوه الحاجات دي. ناخد شويه شهور كده من هنا، ايه رايكم؟ صح يا شباب، ناخدها كده كوبي نحطها هنا كده، صح ولا ايه؟ عشان تبان الشهور اكتر. مثلا نحطها هنا كده، وناخد مثلا شويه شهور مثلا من هنا، ونحطها هنا. طب بصوا بقى، لو تلاحظوا بقى في الحته بتاعت البيفت تيبل دي هحفيدكم قوي كتير. دلوقتي انا عدلت شويه حاجات، يعني حطيت شويه تواريخ جديده في الجدول ده. صح كده؟ تمام. بس المشكله ان الجدول ده مش هيسمع فيه، فلازم تعملوا خطوه كده تنشيطيه، تدوسوا كده في الجدول اهو، في حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، او يعني هنا كده مش هتلاقيها، اول ما تدوس على البيفت تيبل هتلاقي ظهرت، وهتلاقي في كلمه حاجه اسمها ريفرش، تدوس عليها كده ريفرش اول. ايه اللي حصل؟ ابتدى التواريخ تتظبط. فنشيل بقى التاريخ ده تاني ونرجعه بقى من اول تاني اهو. اهو نبص كده بقى على التاريخ، هتلاقي التواريخ بقى ايه ده؟ ندوس كده كليك يمين ان جروب. كده انا فكيت الجروب الاول، وبعد كده نعمل جروب بالكوارتر او بالشهور مثلا، خليها بالشهور، وندوس اوكي. ايوه شفتوا، خدتوا بالكم ايه اللي حصل؟
مش انا ضفت شوية شهور هنا ولا لا؟ تمام. التلت الشهور بقى تظهر اهي دلوقتي، خدت بالكم الحتة دي؟ تمام. التلت الشهور دلوقتي تظهر، فابتدى دلوقتي ممكن اعرف دلوقتي مثلا اللي هو اهو، يعني مثلا الشهر ده مثلا اهو، لحظة، الشهر ده مثلا باع ب 700 400 300 وهكذا. بس انا برضو مش فاهم، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني برضو اصلا انا مش هتابع واحد واحد كده، صح ولا غلط شباب؟ يعني مش هتابع واحد واحد كده، مش هقعد اشوف ده طلع ده نزل ده راح ده جه، فاهمين قصدي ايه؟ الحل ممكن نعملها ازاي؟ هقول لكم ممكن نعملها ازاي. بصوا يا شباب، في اختراع حلو جدا 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 في البيفت تيبل يا عالجمال بتاعه ده، بيفيدني كتير قوي في شغلي، واللي بيشتغل بالاكسل صدقني جدا يا جماعه هيفيده. بص، لو دوست هنا كليك يمين، كليك يمين، في حاجه اسمها show value as، كليك يمين في اي حته في الجدول اهو، show value as، شايفينها كده يا شباب؟ تمام. هيطلع فيه كذا حاجه، بيقول لك هو هنا بيقول لك نو كالكوليشن، احنا مش عايزين اي ما عملناش اي حاجه. بص بقى يقول لك ايه of grand total، يعني بيقول لك ان الرقم ده، يعني خلينا نقول هنا كده grand total، بيقول لك رقم ال 720 ده بيبقى كام في المية من ال 400,000 جنيه. خدت بالكم الحتة دي؟ يعني لو انت جيت قسمت ال 721,000 جنيه، ال 721 ثواني، 721 وهنا حطها هنا كده ونقسم ده على ده، هيطلع لنا كام في المية؟ هيطلع لنا يعني جزء في المية، يعني حوالي 2 من 10%، فاهمين قصدي ايه؟ او 20%، فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني حتى ما كملش 1%. فبيقول لك ايه ال 721 دولار من كام من الجراند توتال؟ بص اول ما ادوس عليهم ايه اللي هيحصل؟ بص خدت بالك الرقم هو نفس الرقم اللي انا كنت مطلعه، اللي هو كان حاجة و20% ده. ايوه. خدت بالكم الحركة دي ولا لا؟ تمام. بصوا بقى شباب، تمام، في بقى كذا حاجه نقدر نطلع بيها النتائج. يعني بص، لو دوس كليك يمين شو فاليو از، ده الجراند توتال، ده الكولوم توتال. الكولوم توتال ده اللي هو الكولوم ده كده، اللي هو يعني 721 جنيه دولت من كام في الشهر ده. فاحنا طبعا عايزين نعرف الشهر بتاعنا عامل ازاي، صح ولا غلط شباب؟ يعني عايزين نعرف كل واحد في كل شهر عامل ازاي. فنيجي نروح عاملين هنا كليك يمين. بصوا يا شباب، التوتال الشهر كله عامل 4574، فاحنا عايزين نعرف كل واحد ساهم بقد ايه في الشهر ده. حد فاهم الحته دي ولا لا؟ شباب لا انتوا مش فاهمين. طب اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، عادي والله. حد فاهم الحته دي؟ تمام، ممكن نعيد الحته دي. بصوا يا شباب، اسمعوني اللي انا عايز اوصله لكم ايه دلوقتي. انت شغال في محل، المحل ده باع ب 10,000 جنيه، وانتوا شغالين فيه وليكن 4 اشخاص، تمام؟ كل واحد باع ب 2500، يبقى كده كل واحد عمل كام من ال 10,000 جنيه؟ 25%، صح ولا غلط؟ 20. ما هو ال 2500 دولت على ال 10,000 هيعمل لك 25%، وانتوا 4، فكده انتوا ال 4 كلكم عاملين 25%، تمام؟ فهو ده توتال الفلوس بتاعته 4,500 جنيه. لما تيجي تعرف او ما تيجي تحسب الارقام دي عملت كام من ال 24 من ال 4000 جنيه، هو ده اللي هيحسبه لك. فنيجي ندوس كليك يمين شو فاليو از كولوم توتال. بصوا بقى اللي هيحصل. قال لك بص بقى، قال لك في شهر واحد، شهر واحد اكتر واحد دافع فيه او عامل كونتريبيوشن او مساهمه فيه، اللي هو بتاع الرقم 2، اللي هو البياع رقم 2، فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه. رقم 2 ده عامل 55%، يعني ضعفهم. ضعفهم ايه؟ ده اكتر من ضعفهم، يعني ضعف الواحد ده ضعف رقم واحد. خدت بالكم يا شباب؟ وده مش ضعف رقم واحد، ده اكتر من رقم واحد بشويه، داخل على 3 اضعاف. بالظبط ده ضعف رقم 3 وده رقم بالظبط. طب احنا عايزين نعرف عمل كام في الفلوس. بص كده لما نيجي نرجع تاني، الراجل ده عمل 2500، ده عمل 1300، ده عمل 720 بالظبط. طب تعالى نبص على رقم شهر 2. شهر 2 البياع رقم 2 عامل 73%، ده رقم زي الفل. تعالى بقى لشهر 3، بص شهر 3 ايه اللي حصل. شهر رقم 1 ده طلع لفوق قوي،
75 ده ما جوش، الناس دي ما جاتش اساسا، فاهم قصدي؟ رقم 4 شهر 4 قصدي، لو تلاحظوا الارقام قريبه، يعني شهر 1 وشهر 2 قصدي بياع رقم 1 والبياع رقم 2 قريبين من بعض، لا مش قريبين، ده ضعف ده. شهر 5 قريبين من بعض، ده 29 ده 30، يعني هي الارقام قريبه من بعض. خدت بالك يا شباب من الحته اللي انا قلت لكم عليها دي؟ تمام. دي حلوه جدا على فكره. نيجي بقى نقول بقى ايه، في بقى شو فاليو از اللي هي بتبقى من الرو توتال. الرو ده احنا قلنا من الكولوم، الكولوم ده اللي هو ده، الرو اللي هو ده بقى كده. البياع ده تمام. عمل 153,000 جنيه في حياته، صح كده؟ تمام. فاحنا عايزين نعرف بقى هو في كام شهر عمل كام. بس لو تلاحظوا بص شهر ديسمبر عمل كام، 140,000 جنيه. يعني استحاله الارقام دي، هتلاقي الارقام دي بالنسبه له حاجه عبيطه يعني، فعشان احنا طبعا غيرنا التواريخ فالارقام مش تبقى مظبوطه قوي. فتعالى مثلا نشوف فاليو از، مثلا تعالى ليه اوف بيرن توتال ديفرنت فروم، بص تعالى كده نشوف ديفرنت فروم رقم البائع ولا نخليها في الشهر. بص يا شباب بقى الحته اللي انا هوريكم دي جامده قوي، بص ركزوا بقى في اللي انا هقوله الحته دي، الحته دي هتستغربوا الشكل ده قوي. بص يا شباب تعالى نرجع كده تاني ونخلي دي كده باللون دي كده عشان الحركه دي تعجبكم قوي. بص يا شباب شو فاليو از ديفرنس فروم، ديفرنس فروم اللي انا عايز اوصله لكم ايه. ديفرنس فروم دي اختراع يا جماعه، دي حلو قوي دي على فكره. انت حد هنا شغال يا جماعه بالاكسل؟ تمام. نعم تمام. اشتغلنا بالاكسل. بص يا شباب ديفرنس فروم دي هتفرق في حياتكم كتير قوي. بص ديفرنس فروم بيقول لك ايه الفرق عن الشهر اللي فات. ركز، بص لما ادوس على ديفرنس فروم اللي هي علامه البرسنتج دي واقول له، ويقول لي انت عايز البيس فيلد اللي هي الحاجه المهمه انهي، اقول له انا مش عايز رقم البيع، انا عايز المانث الشهر. يقول لي من البريفيوس اللي هو الشهر اللي قبليه، اقول له اه. بص ركز في الحته دي كده، بيقول لك ان شهر فبراير قل عن شهر يناير، قل بنسبه كام؟ 38%. وشهر مارس طلع ب 596%. حد فاهم ولا لا؟ ايوه. طب لو انا خليت كده قيمه الفاتوره هنا كده تاني، بص ركز في اللي انا بقوله ده. بص انا حطيت قيمه الفاتوره جنب بعض، قال لك بص شهر لا لحظه كده نشيل دي كده لحظه اهي، ونرجع دي كده، نرجعها تاني كده، نرجع تاني كده اهو، ناخد دولك كده كوبي اهو وننزلهم هنا كده. لا انا عايز اخد بالشهر كمان، ثواني بص يا شباب انا جبت بس خدت نسخه كده منهم علشان تعرفوا انا عملت ايه. بص هنعمل كده شو فاليو از ديفرنس فروم والبريفيوس اللي هو الشهر والبريفيوس. بص يا شباب بقى ايه اللي حصل. بص شهر يناير طبعا مفيش شهر قبل يناير، فشهر يناير كده مختفي من هنا، صح ولا غلط؟ انتوا معايا يا جماعه؟ لا اصل حسيت ان انتوا خلاص سكتوا خالص. فبصوا يا شباب شهر يناير طبعا هو مفيش شهر قبليه، فجايبها لك هنا فاضيه. قال لك ان شهر فبراير يعني مثلا للبياع رقم واحد اهو قل عن شهر يناير ب 38%. بص خدت بالك الارقام اهي، قل تمام، يعني ده كان 474. او انت عايز تعرف الحسبه بتتحسب ازاي، بتقسم ده على ده نسيت في الكوز ده معلش ما دي على ده، نعمل كده في الكوز دي تمام، ونعملها ناقص واحد اهو. بصوا ناقص ب 38%، خدت بالك اللي هو كان الاول ب 700 نزل ل 400، بعد كده لو تلاحظوا طلع ل 500 وشويه. ليه؟ لانه باع ب 3000 جنيه، وطبعا الافرج بتاعه كان 700 و400، ده باع ب 3000 جنيه، فبصوا طلع ل 596%. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. بس كده يعني قصدي ان ديفرنس فروم حلو جدا في حته اللي انت تعرف تعمل اناليسز للشهور اللي قبل كده، يعني تعرف الشهر ده ايه الفرق ما بينه وما بين الشهر اللي قبليه وهكذا. معايا كده يا شباب؟ تمام معاك.
بس كده. انا على فكره صح شباب انا كده خلصت. ف هل في حد عنده اي اسئله بخصوص البيفت تيبل؟ تمام. يعني انا بس حبيت ان انا اوصل لكم بس فكره ان البيفت تيبل ده بيلخص داتا كبيره جدا في حاجات بسيطه جدا. يعني بصوا لاحظوا الجدول اهو كده اهو، عملنا فيه حاجات بسيطه جدا، طلعت لنا شويه انديكيتور وشويه مؤشرات تقدر تاخد بسببها قرار او تقدر تساهم في اتخاذ القرار. بس كده يا شباب انا كده خلصت اهو، انا هعمل ستوب شير اهو. بس كده. اللي عنده اي سؤال لو عايز يسالوني يسالوني دلوقتي، لو افتكر اي حاجه يسال على الجروب، انا كده كده ما عنديش مشكله، انا ما بخرجش من الجروبات، فعلشان بحيث ان انا اقدر افيدكم لو في اي سؤال واقف قصادكم ولا حاجه في الاكسل. ماشي يا شباب؟ تمام ان شاء الله. شكرا جدا ليكم. شكرا جدا ليكم. شكرا. شكرا. السلام ورحمه الله.